السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم بخير وصحه. ان شاء الله بحالكم معايا في قناه مطبخ سميره. اليوم البنات غادي لكم واحد الصفه ديال الشعريه اللي كتجي رائعه، كتجي غزاله وسهله في التحضير، كتوجد بسرعه غير بجوج ديال التفويرات، كتجي غزاله بطريقه ناجحه وسهله تنجح حتى مع المبتدئات بلا ما تخافوا منها تعجل لكم ولا شي حاجه. كتوجد بسرعه في نصف ساعه ولا 40 دقيقه تكون عندكم واجده بكلشي، بالتزيين ديالها وبكلشي اللي كيمشي معاها. كتجي رائعه وسريعه التحضير وكتجي لذيذة لذيذة بزاف. بقاو معايا وشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، واللي ما تبخلوش معايا ما تبخلوش عليا باللايك اللي عجبكم الفيديو، بطبيعة الحال بارطاجوه مع الأصدقاء والأحباب. واللي معايا جديد ما تنساش تشارك بالقناة، وكنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله، غادي نبدأ. أنا عندي هنايا السفة الشعرية، السفة لأن هاد الماركة اللي كنلقاها هنايا عند محلات المغربية بعض المرات عند الترك. أنا كندير هذا شت عاد البنات كيديروها في المغرب، كتكون عندهم عاد رقيق على هادي. هنا عندنا هادي خصها تكون هكذا، حتى هادي كتجي زوينه، ولكن كاين واحد الماركه شتها كتكون عاد احسن من هادي، كتكون رقيقه وطويله على هادي. صافي دابا غنديرها هكذا. فانا عندي هنايا نصف كيلو 500 غرام، نتوما كديروا المقدار اللي بغيتو. عندي هنايا جوج معالق ديال الزيت العاديه، معالق كبار، غادي ديروا تمسسوها غادي تشوفوا الا بغيت جاتكم ناشفه غادي تزيدوا شويه الماء. راه درتو يطيب، كنديروا يطيب يغلق، عاد كنبدا ندير كندير لها هذا الزيت، كندير هكا غير باش ما تهدش ليش غير بشويه حتى كتلبس كلشي هذاك الزيت. هذه الطريقه راه ساهله ودغيا كتوجد، كتجي اكثر من رائعه. صافي كما كتشوف كلشي كتلبس هذاك الزيت غير بهذاك جوج معالق ديال الزيت، الا كثرتو بزاف عاد ما غاديش تجي لكم مزيانه. صافي دابا غادي نجيب الكسكاس وغادي نعمرو فيها. كما قلت لكم الماء راه درتو كيغلي، خصو يكون غليان، عاد كنديرو عليه السفه او الشعريه، ضروري خصو يكون كيطبخ. صافي دابا ملي عمرتها في الكسكاس غنديرها تبخر على البخار. عندي هنايا الماء كما كتشوفوا كيغلي، صافي غادي نحط عليه وغادي نخليه واحد 10 دقائق. السفه ديالي ملي تبخرت واحد 10 ديال الدقائق، دابا غادي نحيدها. كنجيب هذاك الكسكاس كنديرو في واحد الاناء وكنحط فيه الكسكاس، كنجيب الماء اللي تفورت عليه الشعريه واحد تقريبا واحد لتر ديال الماء، غادي نديرهاش فيه هكذا، نحركها شويه هكذا وغنضيف عليها الماء وكنحرك بهذه الطريقة. حتى الماء يعني كديرو في هذاك الإناء حتى الماء كيبقى يدخل عند الشعرية. كما تشوفوا يعني الماء كيكتل هكا في الكسكاس وكتبقاو تستمروا في التحريك بهذه الطريقة حتى كبحال اللي كتشرب هذاك الماء وكيدخل فيها الطياب. غنزيد شويه ديال الماء الماء طايب اللي كان في البرمه وكنحرك هكذا بحال اللي كتطيب هذاك الماء اللي طايب. كتعجن ما والو. صافي كتستمر هكاك واحد جوج ديال الدقائق. دابا غادي نحيدها غادي نسقطرها هكا بالماء وغادي نحيد هاد الماء غادي نرجعو في البرمه. صافي دابا ملي سقطرت هذاك الماء كنديرها في واحد القسعه اللي كتكون هكا كبيره باش كنوزعو هكذا حتى كتنشف
هاد الطريقه كيما شفتوا راه تقريبا ثابت. غنضيف لها غير واحد التفويره صافي تكون واجده. كتحلوها بهذه الطريقه باش ما تعجن لكمش، راه ما تعجن لا، ولكن ما كتشوفوا طريقه ناجحه وكتوجد بسرعه وكتجي لذيذه بزاف. داك الزيت اللي كنديروا لها ما كتلصق لا والو وما كتعجن لا والو. غندير قليل من الملح وغنضيف واحد 3 معالق كبار ديال الحليب اللي كيعطي لها واحد المذاق زوين. صافي غادي نخلطها هكذا. حتى كتشرب هذاك الحليب كتولي ناشفه عاد كنرجعها على البخار. صافي مره مره كتحركوها كتحلوها هكذا حتى كتنشف تماما من هذاك الحليب وداك الماء. عندي هنايا واحد الكاس ديال الزبيب غادي نضيف ليها. عندي واحد كاس الا ربع ديال المشمش اللي قطعته رقيق، المشمش اللي كيكون هكا يابس قطعته هكا رقيق طويل، غادي نزيدو حتى هو. اضافات كتضيفو نتوما اي حاجه كتفضلوها. كنخلطو هكذا معها وكنرجعو معها يتوخر. صافي دابا غادي نجيب الكسكاس وغندير فيه الشعريه ديالي. كتعمروا شويه بشويه كتحلوها هكذا. الماء خصو يكون عاود طايب كنوجدوه دائما. الماء يكون خصو يكون غليان عاد كنحطو عليه الشعريه ديالنا. عمرتها كما كتشوفي القصعيه تكون ناشفه ما بقى فيها والو. صافي دابا غنديرها نديرها عاود تبخر واحد 10 دقائق ملي كيكون غليان، وكنخليها حتى كتبخر واحد 10 دقائق. تزيين عندي هنايا المشمش اليابس كندير فيه شويه ديال الماء وكندير معاه جوج معالق السكر. سبق لي درت وحده، غنضيف وحده جوج معالق ديال السكر، معلقه قليل ديال الزبده واحد ربع ملعقه، وغنديروا على النار حتى كيتعسل مزيان. تبخر مره مره كتبقاو تديرو هكا بالفورشيت بحال اللي كطلعوا اللي كتكون لتحت باش كتفور كلشي، لان هذيك اللي كتكون لتحت كتكون فيها بزاف ديال البخار. هكا حتى كتطيب معكم، راه كتاخذ غير واحد 10 حتى 12 دقيقه. صافي ملي كتدوز انا خليتها غير 10 ديال الدقائق، وكل جوج حتى 3 دقائق كترجعوا كتحركوا. صافي ملي حيتها من الكسكاس غادي نحل هكذا مزيان، راه ما كتعجن لا والو. كيما قلت لكم ملي كتبخر في الكسكاس كل جوج دقائق 3 دقائق كتحركوها بحال اللي كترجعوا بالفورشيت هذيك اللي كتكون تحت كترجعوها الفوق باش ما تعجن لكمش وما تطيبوهاش بزاف. انا خليتها غير 10 دقائق راه طابت، يعني ماشي ما خصهاش كثر. صافي دابا غنزيد هكا واحد المعلقه ديال الزبده، كتضيفوا الكميه اللي بغيتو نتوما واش كتجي لكم فيها الزبده بزاف ولا القليل. انا كندير زبده حيوانيه، غادي نخلطها معها حتى كتذوب هذاك الزبده. عندي هنايا واحد الساشي ديال الفاني كيبقى اختياري كما كيعطي واحد المذاق زوين. وعندي هنايا السكر المطحون او السكر الثقيل او السكر كلاسي، الحلاوه كديفو نتوما اللي بغيتو. صافي غادي نحرك نخلط هكذا حتى كينسجم مع داك الزبده والسكر. صافي ملي عمرتها في الطبسيه ديال التقديم درت هنايا شويه ديال اللوز اللي فسختو، درتو في الماء فسختو، درت حمرتو في الزيت، درتو هنايا مهرمش، درت عليه هذاك المشمش اللي كنت عسلتو فنتو هكا بالجنجلان محمر الجنجل الابيض كيعطي واحد المذاق زوين. عندي هنايا القرفه غادي نزين به بهذه الطريقه. والتزيين يعني كيختلف، كل سيده كتزين على حساب الذوق ديالها. كنديروا هكا خطوط ديال القرفه، انا عمرتها بهذا الشكل اللي كيكون هكا تقليدي. نتوما الا بغيتوا ديروها في شي مول ولا شي حاجه كتعمروها، انا كتعجبني السفه تكون هكا بشكل تقليدي.
في الفوق كندير شويه ديال اللوز اللي كيكون هكا مهرمش. انا درت اللوز، نتوما كتختاروا اي حاجه كتفضلوها، اي مكسرات كتفضلوها تقدر ديروها بهذه الطريقه. والتزيين كما قلت لكم كيبقى اختياري، كنحاول بحال كنزلوها هكذا شويه، وكنجيب كنجيب شويه السكر في المصفات، السكر المطحون طبيعه الحال، كنديرو هكذا بحال كيعطينا واحد التزيين اللي كيكون زوين بحال الثلج، كيجي هكذا رائع. هاي البنات الصفه ديالي ملي زينتها كتجي رائعه، كتجي واحد المذاق وواحد ما نقولكمش، كتجي زوينه بزاف كما شفتوا التزيين اللي كديروا نتوما اللي بغيتوا. انا درت التزيين ديال الصفه التقليديه اللي كيجي رائع زوين، ما نستغناوش على حاجه تقليديه. نتوما كتزينوه بالطريقه اللي بغيتوا، كما كتشوفوا كتجي كما تشوفوا كتجي خفيفه، كتجي ما معجنه ما والو، كما كتشوفوا كتجي طايبه وكتجي زوينه بزاف، كما كتشوفوا كتجي اكثر من رائع. البنات شوفوا كي كتجي، كتجي فارقه يعني ما فيها حتى شي حاجه معجنه ولا شي حاجه، وكتجي لذيذه بزاف وكتجي وسهله كما شفتوا، راه بسيطه الطريقه، راه بسيطه ديرها اي وحده حتى المبتدئات، وكناجحه ما فيها حتى شي تعقيدات. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده تعجب لكم، وتخرج عليا باللايك اللي عجبكم طبيعي الحال، وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحباب وفي الموقع الاجتماعي. وكنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا، حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وصفه جديده في رعايه الله، والسلام عليكم.